اهلا بيكم في قناتي، قناة كندا لقراءة الفنجان والتاروت. النهاردة عاملة لكم قراءة توقعات شهر اغسطس بالفنجان. انا كنت نزلتها قبل كده باوراق التاروت، حبيت افتح طاقة اكتر ونعملها بالفنجان لبرج العذراء. توقعات شهر اغسطس، اعرف فنجانك بيقولك ايه. برج العذراء عامة دي ضمرة عامة، يعني تنفع لكل الناس. ما تنسوش اذا كنتوا جداد معايا في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. واللي حابب قراءة خاصة مدفوعة الاجر هيلاقي رقم اسفل الفيديو. لايك وشير لاصحابكم، وما تنسوش تسيبولنا اي حاجة في الكومنتات وتقولولنا ايه الدنيا معاكم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وشهر برضو يبقى سعيد عليكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه. وعايزين بقى لايكات كتير وكومنتات كتير عشان نوصل بالفيديو لأعلى مشاهدة. ويلا نبدأ. برج العذراء، توقعات شهر أغسطس لبرج العذراء. برج العذراء قلبك رايق يا برج العذراء، وفنجانك كده ما شاء الله حلو ومفرح. ده في علاقة جديدة بعد مواليد برج العذراء، في علاقة جديدة او في تطور في علاقة مع الشريك لو انت اصلا مرتبط او لبعضكم متزوجين. شايفة ان في حب من ناحية الشريك، شايفة ان الشريك ندمان عليك اوي يا برج العذراء، وحاسس انه فايته كتير اوي من غيرك، او العكس انت كمان حاسس نفس الاحساس، حاسة ان طاقتكو انتوا الاتنين واحدة. شايف ان في حب وحب قوي قوي بينك وبين الشخص ده ولبعضكم كمان. العلاقه يعني ممكن لبعض الناس دخلت مثلا قبل كده في زواج، او حصل زواج قبل كده او حاجه زي كده. لو طبعا ما حصلش فيعني ممكن يبقى ليها حد معين اكيد، بس كل المهم في الموضوع ان انا شايفه تطور في العلاقه. شايفه انت اللي زعلان وندمان على الشخص ده قوي برج العذراء، ان الشخص ده هو اللي ندمان عليك وزعلان عليك قوي. شايفه ان في حب من ناحيته، شايفه ان في مقابله ويا الشخص ده. ما شاء الله فنجانك حلو قوي، حتى سككه مفتوحه يا برج العذراء. بعد ما مواليد برج العذراء خد بالك لبعضكم لو شكك ان انت فيه سحر او حسد. ده اكيد لو لبعض مواليد برج العذراء مش بتعرف تنام كتير، احوالك مش متظبطه، يائس مثلا، منطوي على نفسك، مش عارف تفكر، مشتت. اكيد دي طاقه مش طاقه عامه، اكيد بعض الناس، علشان اكيد مش للكل. انا شايف في برج العذراء ممكن كمان يبقى فيه غيره، غيره على الشريك او الحبيب. هي برضو اللي بتعمل كده شكل مش كويس في الفنجان، او غيرة على الشريك. طبعا انا شايفة ان انت هتاخد قرار من ناحية الشريك ده برج العذراء، يا اما الشريك ده هو اللي واخد قرار من ناحيتك. هو هيبقى بطيء شوية، بس ده انا حاساه طاقتك انت يا برج العذراء، لان انت طاقتك هادية شوية وبتفكر بعقلانية وبالراحة على مهلك. وانا شايفاك ان انت ممكن تكون بتفكر في حاجة جدية للشريك ده، انك تتصل بيه، انك تكلمه، بس لسه انت متأني في الموضوع. ممكن يكون خلال الشهر ده تاخدوا الخطوة دي من بعد فترة. بعد ما مواليد برج العذراء عندك عرض حلو قوي على صعيد الشغل، رزق حلو ان شاء الله بإذن الله يبقى من نصيبك. لو كنت عايز تظبط بين امورك من ناحية الشغل ومن ناحية العاطفة، ان شاء الله هتعرف تعمل توازن في حياتك بين الشغل وبين العاطفة والماديات. بعد مواليد برج العذراء شايفة ان انت عندك لم شمل. لبعض الناس المتزوجين عندك لم شمل في الاسرة، لبعضكم ممكن تكون بتجهز لشقة او لبيت، او بتوفر اموال للبيت وللعائلة وللاسرة وللاطفال. ده لبعض الناس. عندك طريقين سالكين يا برج العذراء، لو كنت انت بتفكر في حل الموضوعين في حياتك عندك الطريقين سالكين ما شاء الله، والاحوال فيهم متظبطه. يعني احوالك ما تقلقش منها،
في خلال شهر اغسطس، شايفة ان الاحوال متلخبطة، لو كانت متلخبطة هتتحسن. بعد مواليد برج العذراء شايفاك متعلق بموضوع، الموضوع ده واصل لحد الاخر، لو كان موضوع من الموضوعين في عندك فيهم نصرة اهو، في نسر اهو بس هو خفيف شوية، والموضوع ده انت متعلق بيه قوي وعايزه، بس ان شاء الله باذن الله هيبقى في حل ليه وحل جذري. لبعض مواليد برج العذراء لو عندكم ام او اب، حد كبير في السن انت كنت شايل همه وشايل هم حمل ليه، شايفة ان الحمل ده ممكن يتزاح من عليك وهيحصل ما لا تتوقعه، يعني زي ما بيقولوا من ناحية لو كان حد في الاب او الام رافضين موضوع او حاجة زي كده. عامة انا بفسر رموز قراءة التاروت بتبقى مفسرة اكتر عن الفنجال، بس انا شايفة ان انت قلبك رايق برج العذراء، فنجالك رايق اهو، حتى انتوا شوفوا فنجالكوا رايق جدا واحوالكوا ما شاء الله هتبقى احلى واحسن. بعد مواليد برج العذراء خد قسط من الراحة تريح فيه فكرك من تعب، من مشاكل، من هم، لو كنت بتفكر كتير قوي قبل ما تنام وتعبان، خد بالك من صحتك في خلال شهر اغسطس. بعد مواليد برج العذراء انت بتحاول توظف اموالك في جهتين، ممكن يكون مثلا لبعض مواليد برج العذراء انت بتجمع بين شخصين، او مثلا لبعضكم بتاعوا الاسرة وبتصرفوا على الاسرة التانية اللي هي الاب والام، حاجة زي كده انت بتحاول توازن امورك، او لبعضكم ممكن تكون انت بتحاول ان انت تظبط فلوسك او اموالك في حاجتين، يعني في الحالتين في حاجة انت بتصرف فلوسك فيهم او بتحاول ان انت تمسك على ايدك شوية من ناحية المصروفات. يا برج العذراء شايفك بترتب لأشياء تخص البيت والمنزل، ان شاء الله بإذن الله اشياء بترتبها للبيت وللمنزل. لبعضكم ممكن تكونوا بتشتروا اساس جديد، بتغيروا البيت، بتغيروا مكان سكن. انت لو كنت محبط ومتضايق ومصدوم من علاقة كانت قبل كده في السابق يا برج العذراء واحوالك فيها ما كانتش متظبطة، شايفة ان فيها صلح، وصلح هيبقى ما شاء الله وزواج وعرض حلو قوي من ناحية الشريك. شايفين النسر اللي فوق ده يا برج العذراء؟ فنجالك مليان نسور واحوالك فيه ما شاء الله حلوة، يا رب يبقى على قد التفاؤل اللي انا شايفاه في الفنجال ده، احوالك تتظبط من ناحيته. لبعضكم كمان شايفه صلح، شايفه فرحه في العيله وانبساط ولم شمل واجواء جميله، عندك خبر حلو قوي على اول طريق وموضوع انت كنت متعلق بيه وشايل همه قوي يا برج العذراء، اهو خبر ان شاء الله يبقى خبر بالنسبه لك حلو وتسمع كل الحاجات الحلوة يا برج العذراء. عايزين نشوف الحروف، وما فيش حروف كتير عامة، في حرف الالف والب الميم، ولكن انت عندك شوية انشغال يا برج العذراء، شايفاك منشغل قوي، في زي انشغال ممكن يكون بالبيت والاسرة او منشغل بالتفكير، يعني هتبقى منشغل قوي في شهر اغسطس. واضح ان انت عندك حاجات كتير قوي تعملها وحاجات كتير قوي انت بتسعى ليها، وان شاء الله باذن الله لبعضكم تحققها، و مفيش طبعا احسن من ان انا شايفه ان الشريك او الحبيب ندمان على حاجه حصلت وياك، او انت اللي ندمان على حاجه حصلت ويا الشريك، شايفه ان في مقابله بينك وبينه، شايفه ان في علاقه حب حلوه قوي وهتتطور لحاجه جديه كويسه في خلال شهر اغسطس، شايفه ان في حب وحب كبير قوي وعلاقه هيبقى فيها تطور من ناحيه الحب، وشايفه كمان ان في اعتذار لبعض مواليد برج العذراء، ممكن يكون الشريك هيعتذر وندمان على فراقك يا برج العذراء. بالتوفيق للجميع، وحابه اعرف منكم ايه الدنيا وايه احوالكم،
وما تنسوش اذا كنتوا جداد تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناة. واللي حابب قراءة خاصة مدفوعة الاجر هيلاقي رقم اسفل الفيديو. لايك وشير لاصحابكم، ما تنسوش تسيبولنا اي حاجة في الكومنتات وتقولولنا ايه الدنيا معاكم. بالتوفيق للجميع، ولك انت بالاخص يا برج العذراء.